الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتحدث بإذن الله تعالى عن أركان الصيام. الصوم له ركنان، الركن الأول هي النية، والركن الثاني هي الامتناع عن المفطرات. فالنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، وهي أصل وأساس في جميع الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلا أنه في صيام رمضان هناك أحكام متعلقة بالنية، فيجب أولا أن يبيت نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما هو عند أبي داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للإمام النسائي: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا يلزم في صيام الفريضة كرمضان أو الكفارة أو النذر، لابد فيها من تبييت النية. وحكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جوز أن تكون لرمضان نية واحدة من أول ليلة إلى آخر ليلة. فيستحب لنا أن ننوي من أول ليلة، فإذا جاءت الليلة الثانية نوينا لها، والثالثة نوينا لها، وهكذا. فمن نسي النية في لصوم يوم من أيام رمضان فعليه أن يمسك، وعليه بعد ذلك أن يقضي. أما صيام النافلة فيجوز لمن أراد أن يصوم نافلة أن ينوي ولو في نهار رمضان قبل الزوال، لأنه ورد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيوته التسعة وسألهم هل عندهم طعام، فاعتذروا أنه ليس عندهم طعام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن إني صائم. فأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أنه يجوز لمن أراد أن يصوم تطوعا أن ينوي ولو في نهار ذلك اليوم الذي أراد أن يصومه قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر. يلزم كذلك في النية أن تكون لكل يوم، وهو مذهب الجمهور أن ينوي في كل ليلة لليوم الذي يأتيه. فمن نسيها فعليه أن يمسك، وعليه بعد ذلك القضاء. يلزم كذلك أن تكون هذه النية معينة، أي بأن ينوي صيام الغد من شهر رمضان، ينوي صيام الغد من شهر رمضان، وصيام الغد كذلك عن الكفارة، وصيام الغد كذلك عن الواجب أو النذر، كما يجب أن يجزم بهذه النية فلا يتردد فيها. فالتردد في النية يضر، كأن قال: إن شفاني الله غدا فأنا صائم، أو إن لم أكن مسافر في الغد فأنا صائم، أو إن كان يوم الغد أول يوم من رمضان فأنا صائم. هذه نية متردد فيها، لا تصح هذه النية، فلا بد من الجزم بالنية عند الجمهور. إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بجواز التردد في النية. فالأولى أن تكون أعمالنا كلها باتفاق جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وكمال هذه النية أن ينوي صيام غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى، ويجب أن تكون هذه النية في قلبه، ويسن أن يتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التلفظ بالنية في الصوم، فقال: إذن إني صائم، فرفع صوته إشعارا بأنه سيصوم أو بأنه صائم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى التلفظ بالنية. فبهذه الطريقة يكون صومه صحيح باتفاق أهل المذاهب كلهم. فمن نسي النية يجب عليه أن يمسك، فيجب عليه أن يمسك في ذلك اليوم، وأن يقضي يوما بعد رمضان. إلا أنه من الأفضل لو تذكر أنه نسي من الليل أن ينوي من نهار رمضان، موافقة لأقوال السادة الحنفية أنهم قالوا بأنه يجوز أن تكون النية من النهار، فيكون موافقا لهذا المذهب المبارك، ويقضي بعد ذلك يوما بعد رمضان. أما من شك بعد النية، نوى ثم شك هل
طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فنقول لهذا الإنسان أن الأصل بقاء الليل، الأصل أن الليل باقي، فلا يلزمه أن يصوم، ولأن الشك هنا لا، فلا يلزمه أن يصوم يوما أي قضاء عن ذلك اليوم، والشك هنا لا يضر، فيصح صيامه لأن الأصل بقاء الليل مع جزمه بالنية، ولا يضر بعد النية أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته، لا يمنع هذا، إلا أنه من الأفضل أنه تكون النية لا يلحقها شيء من هذه الأشياء، ويدخل وقت النية من غروب شمس تلك الليلة، فلو نوى قبل أن يفطر لليوم الثاني صحت نيته، لكن بعد غروب شمس تلك الليلة، ولكن الأفضل أن يؤخر النية إلى أن ينتهي من أكله وطعامه وشرابه وتركه لجميع المفطرات، وله أن ينوي من أول الليل وينوي كذلك في آخر الليل تأكيدا لتلك النية. فهذا هو الركن الأول، النية المتعلق بصيام رمضان، ونأتي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إلى الركن الثاني، وهي الإمساك عن مبطلات الصيام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.